بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وبعد، فقد توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، النوع الستون التواريخ لمواليد الرواة والسماع والقدوم للبلد الفلاني والوفيات. يبقى هم بيقصدوا بكلامهم عن التواريخ هذه الأشياء الأربع. تواريخ يعني المواليد، مواليد المشايخ، المشايخ والرواة. متى ولدوا؟ والقدوم والسماع، يعني متى سمع من شيخه. القدوم للبلد، يعني فلان مثلا قدم بغداد سنة كذا، فهل ويعني وحدث عن فلان ببغداد في سنة كذا، فهل يتوافق سنة قدومه مع سنة سماعه من هذا الشيخ أم لا؟ والوفيات، الوفيات يعني إن هو شيخه متى توفي. فمثلا إذا قال سمعت منه سنة كذا وكانت هذه السنة بعد وفاة الشيخ، يبقى إذن هو إيه؟ كاذب. يبقى هذه الأربع أشياء التي يهتمون بها في علم التاريخ. والوفيات لهم هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه، زي ما قلنا إن هو مثلا بيقول إن أنا سمعت من الشيخ الفلاني سنة كذا، ويتضح أن هذا الشيخ مات قبل هذه السنة، يبقى في هذه الحالة السند إيه؟ منقطع. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين، كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا بيختبر بيشوفه هل كلامه صادق ولا لا، فبيقول له أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة 13 و100. فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين، فإنه مات سنة 600، وقيل 5، وقيل 4، وقيل 3، وقيل 8. يبقى هو في الحالة دي إيه؟
كذاب. فلما يروي الحديث بسنده يبقى هذا الحديث إيه؟ إما منقطع أو موضوع. طيب. وسأل الحاكم محمد ابن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد. عبد بن حميد مات سنة 249، فقال سنة 60 و200، يعني هو سمع من عبد بن حميد سنة إيه؟ 60 و200، بينما عبد بن حميد مات سنة 249. فقال هذا سمع من عبد، يعني من عبد بن حميد، يعني بعد موته ب13 سنة. وعلى السنة التي ذكرناها في وفاة عبد بن حميد يبقى إيه؟ سمع بعد موته ب11 سنة، إن هو مات 249، وهذا إيه؟ قال سنة 260، فيبقى إيه؟ هو سمع منه بعد موته ب11 سنة بقى، مش بإيه؟ ب13 سنة، إلا لو كان بقى الحاكم يعني عنده أن عبد بن حميد توفي سنة 246، لكن الراجح أنه مات سنة 249. وعلم التاريخ ده كان من العلوم التي يهتم بها المحدثون، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى له في ذلك مثلا تاريخ الإسلام، وكان يقول إن علم التاريخ هذا وفن التاريخ عندي منه ما يساوي البحر المحيط، ولو كتبت، معنى كلامه يعني، لو كتبت ما عندي فيه لصار ذلك في 600 مجلد. يعني كان إيه؟ هذا يدلك على أن الأئمة كانوا يهتمون بهذا. قال حفص بن غياث القاضي: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنة، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقال سفيان الثوري: لما استعمل الرواه الكذب استعملنا لهم التاريخ، لأن التاريخ ده هو اللي هيبين هل الإنسان هذا صادق ولا إيه؟ كاذب. وقال حسان بن يزيد: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. ومن الطرائف التي وردت في هذا أيضا ما ورد في مقدمة صحيح مسلم عن المعلى ابن عرفان، قال: حدثنا وائل قال: خرج علينا ابن مسعود يوم صفين، فقال له أبو نعيم: إذن فقد بعث بعد موته، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وصفين كانت سنة 36، فهو بيقول خرج علينا ابن مسعود يوم صفين. قال له: طيب يبقى كده ابن مسعود بقى ايه، ربنا أحياه مرة أخرى ايه في صفين يعني.
يعني هذا أيضا مما يعرف به الكذب من صدق الراوي. وقال حسان بن يزيد وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، وقال حسان بن يزيد لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال أبو عبد الله الحميدي ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها. تقديم التهمم يعني تقديم الاهتمام بها، وهذا بقى يعني إيه من الأمور التي ينبغي عليكم أن تتنبهوا لها باعتباركم يعني طلاب علم الحديث. يعني أول حاجة العلل، ومن أفضل الكتب التي يعني تعينك على معرفة هذا الفن والغوص فيه كتاب علل الدارقطني رحمه الله تعالى. وأيضا كتاب سنن النسائي من الكتب أيضا التي تهتم بالعلل. وهناك علل الترمذي التي شرحها الحافظ ابن رجب، فدي من الكتب التي تهتم بهذا الفن من علم الحديث. والمؤتلف والمختلف، وده احنا اتكلمنا عنه يعني قريبا. ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب فيه هنا عايدة على على القسم الثالث اللي هو وفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب يعني على الاستقصاء، يعني ليس فيه كتاب استقصى جميع وفيات الرواة في علم الحديث. وإلا ففيه كتب كالوفيات لابن زبر، وابن زبر هذا توفي سنة 73، ولابن قانع وهذا يعد من أوائل الكتب كتاب ابن قانع في علم الوفيات، وكانت وفاته سنة 53. وذيل على ابن زبر الحافظ وذيل على ابن زبر الحافظ عبد العزيز ابن أحمد الكناني، الكناني مش الكتاني. ثم أبو محمد الأكفاني، استأذنكم بس الراجل ده لازم مصمم ومصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا يا مرحبا. الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام طيب تمام تمام تمام. طيب اللي انت شايفه افضل نعمله. لا لا مش موجود، بس ممكن من خلال التليفون سهل يعني. طيب ماشي. طيب تبعت لي تليفونه على الواتس. طيب ما اصل انا في المحاضرة بتاعت ال طيب خلاص ماشي. وهو كذلك يعني. الله يبارك فيك. انا بعد ما اخلص بقى هكلمك. ماشي يا مولانا. طيب السلام عليكم. السلام.
وذيل على ابن زبر الحافظ عبد العزيز ابن أحمد الكناني، وذا كانت وفاته سنة 466. ثم أبو محمد الأكفاني، وهذا وفاته سنة 524. ثم الحافظ أبو الحسن بن المفضل سنة 611. ثم الشريف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني سنة 659. ثم المحدث أحمد بن أيبك الدمياطي سنة 749. ثم الحافظ أبو الفضل العراقي سنة 806. في بقى غير ذلك من الكتب زي كتاب ابن مندة، وهذا من الكتب المفيدة جدا أيضا في علم التاريخ، وكتاب أبي الحسن أبي حسان الزيادي، وكتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ، وكتاب للحافظ المنزلي، ويوجد أيضا كتاب في التاريخ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اسمه إنباء الغمر بأبناء العمر، وكذلك للحافظ السخاوي الضوء اللامع وغيره وغيره. فروع في عيون ذلك: الأول، في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه العشرة، عشرة يعني إيه؟ المبشرين بالجنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في وفاته، في سنة وفاته يعني، أربع أقوال. قيل إن توفي عند 60، وقيل 62، وقيل 63، وهذا هو الذي رجحه الجمهور، وقيل سنة 65. في أربع أقوال في سنة، في سنه عندما توفي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المشهور اللي احنا قلناه ان هو توفي عن 63 روي عن ابن عباس وأنس وعائشة ويعني ومعاوية وغيرهم يعني. وكل من روى من الصحابة شيئا يخالف ذلك، يعني في بعض الصحابة زي أنس وابن عباس روي عنهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 62 أو 65 ونحو ذلك، هؤلاء روي عنهم أيضا ما يوافق قول الجمهور كما قال الحافظ ابن حجر. يعني حتى اللي رووا في مخالفين لقول الجمهور روي عنهم أيضا ما يوافق قول الجمهور. الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة. ده كلام ابن الصلاح وتابعه الإمام النووي. قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وصححه ابن عبد البر والجمهور. وقيل سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60، روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبير ومالك. وقيل 65، روي عن ابن عباس وأنس أيضا ودغفل ابن حنظلة. وقيل 62، قاله قتادة. يبقى زي ما قلنا في أربع أقوال في إيه؟ أربعة أقوال في إيه؟
في وفاته، سن وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وحكي الأول في عمر اللي هو إيه؟ 63. وقيل عاش عمر 66، وقيل 61، وقيل 59، وقيل 57، وقيل 56، وقيل 55. حافظ ابن حجر بالنسبة لسيدنا عمر يرجح أنه توفي عن سن إما 57 أو 58، وليس كما قال الجمهور 63. ليه بقى؟ هو ورد في الصحيح عن معاوية أن عمر توفي عن 63، لكن الحافظ ابن حجر يقول إن هناك رواية في أخبار البصرة، وهذه الرواية بسند على شرط الصحيح، عن ابن عمر قال إن سيدنا عمر قال قبل وفاته بعام: أنا ابن 57 أو 58، وإنما أتاني الشيب من أخوالي من بني المغيرة. يعني إيه؟ هو كأنه كان يرى إنه يعني إنه 57 أو 58، يعني إيه لما الإنسان يشيب فيها ده تبقى إيه، يبقى أمر غريب. إحنا دلوقتي عندنا إيه بيشيب وهو عنده إيه 30 و40 سنة. فسيدنا عمر بيقول أنا عندي 57 أو 58، وإنما هذا الشيب الذي في رأسي من قبل أخوالي من بني الإيه المغيرة. فأخواله من بني المغيرة كان إيه يسرع الشيب في رؤوسه. فابن عمر يقول إن سيدنا عمر قال هذا قبل وفاته بعام، يبقى هو عمر توفي أو قتل عنده كام بقى؟ يا إما 58 أو 59. وابن حجر بيرجح هذه الرواية لعدة أسباب. الأول أنها على شرط الصحيح، يعني رواية صحيحة. الثانية أنها من قول عمر نفسه، سيدنا عمر هو اللي نفسه اللي بيقول في الرواية الأخرى اللي في صحيح مسلم، معاوية هو اللي بيقول. فأيهما أدرى بنفسه، معاوية ولا عمر؟ عمر، ده سنه هو. ثالث حاجة إن مين اللي بيرويها عنه؟ ابن عبد الله، عبد الله بن عمر. فلذلك رجح الحافظ ابن حجر هذه الرواية، وقال إن أرجح أن وفاته كانت عنده في ما يقرب من 58 أو 59. ده إيه؟ وهذا طبعا مخالف لما عليه الجمهور. ومنهم طبعا ابن الصلاح والنووي. وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول. كذلك وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور اتفق فيها ويكاد يكون فيها إجماع، مثل إيه؟ مثل إنه مات في شهر ربيع الأول، هذا عليه إجماع. الخلاف بقى هو في أي يوم في شهر ربيع، لكن هناك إجماع على إنه توفي في شهر ربيع. الأمر الثاني إنه
في إجماع على إنه توفي يوم الاثنين، كانت وفاته يوم الاثنين. في إجماع على أنه دفن في حجرة عائشة. هذه الأمور إيه؟ لا يختلف عليها أحد. يعني برضو في بعض الروايات بترد كده، لكنها روايات شاذة يعني. لكن الخلاف في إيه بقى؟ الخلاف في أي يوم من شهر ربيع كانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في أي يوم دفن، هل دفن يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء؟ الأكثر على أنه دفن يوم الأربعاء. فهنا بيقول يوم الاثنين دي ما في إيه عليها إجماع زي ما قلت، لثنتي عشرة خلت دي فيها خلاف، من شهر ربيع الأول دي عليها إجماع، سنة إحدى عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم أيضا عليها إجماع. يبقى الخلاف في كل ده في إيه؟ في قوله لثنتي عشرة خلت من ربيع، كل اللي فات ده إيه؟ مفيش خلاف. من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لا خلاف بين أهل السير في ذلك، إلا في تعيين اليوم من الشهر، فالجمهور على ما ذكره المصنف اللي هو إيه؟ يوم الثاني عشر. وهذا بقى ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن سعد والذهبي والمزي وابن حبان والنووي وابن الصلاح وابن عبد البر وغيره، أنه في إيه؟ في يوم الثاني عشر. وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد مستهل الشهر، يعني في أول يوم من الشهر. وقال سليمان التيمي ثانيه، يعني في ثاني يوم من شهر ربيع. وهذا هو الذي يعني تؤيده الروايات ويؤيده الحساب. فالروايات مثلا إن هناك رواية عند الإمام مالك في الموطأ من حديث ابن عمر، وكذلك رواية عند رواها أبو معشر في المغازي عن محمد بن قيس أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في ثاني ربيع الأول. قال العراقي والقول الأول وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي، هي السهيلي صح؟ عند السهيل. السهيلي من حيث التاريخ، ويعني وحق له ذلك، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يكون ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصه، ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذا الحجة أوله الخميس، فإن نقص هو والمحرم وصفر كان ثاني عشر ربيع الأول يوم الخميس، وإن كملت الثلاثة اللي هي إيه؟ ذو الحجة والمحرم وصفر، فثاني عشره الأحد، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشره الجمعة أو السبت. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب بأن تفرض الشهور الثلاثة كوامل،
ويكون قولهم لاثنتي عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في الثالث عشر. قال: وفيه نظر، من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان الثلاثة أو اثنين منهما. وحتى على قول من يقول إن الاثنتي عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، هذا يعني فيه تكلف، يعني هو إيه يريد أن يتكلف حتى يثبت هذا التاريخ كذا هكذا. لكن الذي استشكله السهيلية هذا أمر يتفق مع المنطق ومع الحساب. بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع. وهذا يدل على أن أول صفر السبت، فلزم نقصان ذي الحجة والمحرم. وقوله كانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم العاشر أي من مرضه، فيدل على نقصان صفر أيضا. وكذلك يعني من النادر جدا أو يكاد يكون من لم يحدث أنه ثلاثة أشهر عربية تأتي كاملة يعني وراء بعضها البعض، يعني ممكن شهرين ماشي، لكن ثلاثة أشهر هذه إيه تكاد تكون لم تحدث. يعني روى الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس، وهذه رواية تدعم قول سليمان التيمي إنه كان في اليوم الثاني من ربيع. قال: اشتكى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر، إلى أن قال: اشتكى ثلاثة عشرة يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع. وقلنا إيه هذه الرواية عند الواقدي، وقلنا في حديث رواه مالك عن أيضا عن حديث من حديث ابن عمر يؤيد نفس التاريخ، فهذا يدل على نقصان الشهر أيضا، إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيمي. ويجمع بينهما بأن المراد بهذا ابتداء مرضه وبالأول اشتداده. والواقدي وإن ضعف في الحديث فهو من أئمة السير، يبقى إذن ضعفه ليس من جهة العدالة أو الصدق أو الكذب، لا، هو كان صدوقا إماما عدلا، ولكنه ضعف في أمور أخرى. وأبو معشر نجيح مختلف فيه. وروى الخطيب في الرواة عن مالك من رواية سعيد بن مسلمة بن قتيبة الباهلي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض ثمانية فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول. في رواية هو عن الإمام مالك بتؤيد قول سليمان التيمي ورواية محمد ابن قيس. فاتضح أن قول التيمي ومن وافقه
راجح من حيث التاريخ. قال: وقول المصنف كابن الصلاح طحا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من رواية أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وفيه توفي من آخر ذلك اليوم. وهذا يدل على أنه تأخر بعد الضحى، ويجمع بينهما بأن المراد أول النصف الثاني من اليوم يعني. ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب: توفي يوم الاثنين حين زالت الشمس، يعني بعد انتصاف النهار وعند زوال الشمس، يعني ايه، على يعني عند صلاة الظهر كده تقريبا. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب: توفي يوم الاثنين حين زالت الشمس، ومنها أي من الهجرة التاريخ. هذه فائدة زادها المصنف، يعني ابتدأ، وطبعا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن التاريخ عند المسلمين ابتدأ من أول هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو في بعض الأوقات والتواريخ يعني كان يمكن أن يؤرخ بها المسلمون أعمالهم وسنينهم ونحو ذلك، ولكن لماذا ابتدأ المسلمون التاريخ من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كان ممكن يبتدئوها بمولده، يوم مولده، وكانوا من الممكن أن يؤرخوها بيوم وفاته، وكان ممكن أن يؤرخوها بيوم مبعثه صلى الله عليه وسلم، يوم أرسل إليه. طيب ليه يعني اتفقوا على الهجرة؟ قالوا: لأن وقت مولده صلى الله عليه وسلم أيضا مختلف فيه، وكذلك يوم مبعثه أيضا فيه اختلاف. طيب يوم وفاته ليس فيه اختلاف، لما لم يبدأوا به؟ قالوا: لأن هذا يعني لا يتفق مع العقل، وأنه كان يوم حزن على الأمة كلها، ويثير في النفس الأسى والحزن وتذكر يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحسن عقلا إن هم يؤرخوا بهذا اليوم. ولكن البدء بالهجرة أو التأريخ بالهجرة، أول حاجة إنه من الأمور التي لم يحدث فيها خلاف، يعني يوم الهجرة وشهر الهجرة ليس فيه خلاف عند المسلمين. الأمر الثاني أن الهجرة، أمر الهجرة هذا كان من الأمور المباركة، والتي يعني استقر فيها أحوال الإسلام والمسلمين، وابتدأت بعده بقى الغزوات، وتشتد شوكة المسلمين على غيرهم بسبب هذه الهجرة
المباركة. فكان التاريخ بإيه؟ بهذه الهجرة دون غيرها من سائر الأيام التي كان من الممكن أن يؤرخ بها أو يؤرخ بها المسلمون. فهنا بيقول إيه؟ وروى في تاريخه الصغير، هو مين بقى اللي رواه؟ البخاري، عن ابن عباس قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أيضا عن ابن المسيب قال: قال عمر: متى نكتب التاريخ؟ فجمع المهاجرين، وكان هذا سنة 16 من الهجرة، السنة 16 من الهجرة. فجمع المهاجرين فقال له علي: من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتب التاريخ. وروى ابن خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أن رجلا من المسلمين قدم من اليمن فقال لعمر: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: إن هذا لحسن، فأرخوا. فلما أجمع على أن يؤرخ شاور، فقال قوم بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قوم بالمبعث، وقال قوم حين خرج مهاجرا من مكة، وقال قائل بالوفاة حين توفي، فقال أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فنصيره أول السنة. يعني هم اتفقوا أنه يبدأ التاريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في إيه؟ في شهر ربيع. فهل يا ترى نبدأ بشهر الربيع ولا نبدأ بأي شهر؟ وما كده حدث اتفاق على التاريخ بالسنة التي فيها الهجر، لكن بأي شهر بقى يبدأوا؟ فقالوا رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال آخرون شهر رمضان، وقال آخرون ذو الحجة فيه الحد، وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة، وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه. فقال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، وهو أول الشهور في العدة، يعني عدة الأشهر الحرم، وهو منصرف الناس عن الحج، وأيضا فيه كانوا يكسون البيت الحرام في هذا الشهر أيضا في المحرم. فصيروا أول السنة المحرم، وكان ذلك في سنة 17. وقد روى سعيد بن منصور في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والفجر، قال: الفجر شهر المحرم، وهو فجر السنة. يعني إيه؟ أول السنة يعني. قال شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه: بهذا إيه بقى؟ هذا دعاء على إيه؟ على ما رواه سعيد بن منصور في سننه. يحصل الجواب عن الحكمة في تأخر التاريخ من ربيع الأول إلى المحرم. ربيع الأول اللي هو فيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة
فلما لم يبدأوا بربيع؟ قالوا عشان إيه؟ إن محرم ده هو فجر السنة، وهو من أشهر الحرم، وهو من أول الأشهر الحرم. بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في ربيع الأول. وروى ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر صك محله شعبان، فقال: أي شعبان؟ الذي نحن فيه، أم الذي مضى، أم الذي هو آت؟ ثم قال للصحابة: ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ، فأجمعوا على الهجرة. لكن رأيت في مجموع بخط ابن القماح عن ابن الصلاح أنه قال: ذكر أبو طاهر بن محسن الزيادي. عندكم ابن محسن؟ إيه؟ أحمش. في كتاب الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليا أن يكتب فيه إنه كتب لخمس من الهجرة. قال: فالمؤرخ بها إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر تبعه في ذلك. يبقى في أحد الأقوال تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرخ بالهجرة. وقد أشبعت الكلام في ذلك في مؤلف مستقل مختص بهذه المسألة، وهو كتاب الحافظ السيوطي الشماريخ في علم التاريخ، وهو مطبوع. وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جماد الأول سنة 13 يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 8، وقيل 3 بقينا، وقيل في جماد الآخرة ليلة 2 17 مضت منه، وقيل يوم الجمعة 7 ليال بقين، وقيل 8 بقين منه. والصحيح الذي جزم به الأئمة وصححه الحفاظ وثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة وغيرها: عشية ليلة يوم الثلاثاء 8 بقين من جماد الآخرة. وتوفي عمر في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت مستهل المحرم. مين بقى اللي إيه قتل سيدنا عمر؟ أبو لؤلؤة المجوسي. ويوجد في إيران أكبر ميدان في إيران اسمه ميدان أبو لؤلؤة، يعني كأنهم إيه يعظمون هذا الرجل الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه. ما تكلم مع أحد منهم يقول يعني: لا نكفر الصحابة ولا نكفر أبو بكر وعمر ولا شيء من هذا القبيل، يعني هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني أفعالكم تتناقض مع أقوالكم. وقتل عثمان فيه أي ذي الحجة يوم الجمعة 18 أو 18. مين بقى اللي قتل سيدنا عثمان؟ حد عارف؟ رجل من مصر. هو هذا ما تعرفه، لكن اسمه لا.
رجل هو كان رجلا من مصر اسمه جبلة ابن الأيهم. جبلة ابن الأيهم، وكان رجلا أسودا ومن أهل مصر. نعم. وفي بعض الـ يعني كتب التاريخ تقول انه كان يعني ايه من محافظة البحيرة. جبل بن الأيهم ثاني عشره، وقيل ثامنه، وقيل ثامن عشره، وقيل ثاني عشره، وقيل ثالث عشره، سنة 35، وقيل أول سنة 36. وفي تاريخ البخاري سنة 34 قال ابن ناصر: وهو خطأ من راوي، وهو ابن اثنتين وثمانين، قاله أبو اليقظان، وادعى الواقدي الاتفاق عليه، وقيل ابن 90 وقيل غيره، فقال ابن إسحاق ابن 80، وقال قتادة 86، وقيل 88. المهم الحاصل يعني انه ايه، هو الوحيد من الخلفاء الأربعة الذي إيه عمر وزاد عن على إيه 80. وقتل علي في شهر رمضان ليلة 21 منه. ومين بقى اللي قتل سيدنا علي؟ ها؟ عبد الرحمن بن ملجم، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهذا كان من الخوارج. وقيل يوم الجمعة، وقيل ليلتها 27، وقيل 11، وقيل غير ذلك، سنة 40. وقال ابن زبر سنة 39، وهو وهم لم يتابع عليه، وهو ابن 63، وقيل 64، وقيل 65، وقيل 62، وقيل 58، وقيل 57، لكن الأرجح أنه إيه سنة 3، وهو عنده 63 سنة. وطلحة والزبير ماتا معا. مين اللي قتل طلحة؟ مشهور قوي. مروان بن الحكم. ويعني هذه تعد من مساوئ مروان بن الحكم، أنه قتل إيه طلحة رضي الله عنه. وقاتل الزبير عمرو ابن جرموز. فطلحة والزبير ماتا معا في يوم واحد، قتلا في وقعة الجمل. وقيل الآخر يوم الخميس، وقيل يوم الجمعة، وقيل يوم الجمعة 10 جمادى الأولى، وعليه الجمهور سنة 36. ومن قال في رجب أو ربيع فقولان مرجوحان. قال الحاكم كان ابني 64 سنة.
وهو قول الواقدي، وتابعه ابن حبان وقيل غير قوله. فقال أبو نعيم: كان لطلحة 63. وقال عيسى بن طلحة: 62. وقال المدائني: 60. وقيل 75. وقيل كان للزبير 67. وقيل 66. وقيل 60. وقيل 54. وقيل 75. فائدة: قال الزبير بن بكار: أعرق الناس في القتل عمار بن حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام. أعرق الناس يعني إيه؟ أشد الناس ذكرا في القتل، مسألة القتل دي، المشهورين في موضوع القتل ده إيه؟ عمار بن حمزة بن مصعب ابن الزبير بن العوام. قتل عمار وأبوه حمزة يوم قديد، وقتل مصعبا، لا وقتل وقتل مصعبا وقتل مصعبا عبد الملك بن مروان. وقتل الزبير يوم الجمل. وقتل العوام يوم الفجار، ده في الجاهلية يعني، الرجل وأبوه وجده وأبو جده وأبو أبو جده كلهم ماتوا مقتولين. زاد أبو منصور الثعالبي في كتابه لطائف المعارف: وقتل خويلد أبو العوام في حرب خزاعة. يعني إيه؟ السلسلة كلها ماتت إيه؟ مقتولة. قال: ولا نعرف من العرب والعجم 6 مقتولين في نسب إلا في آل الزبير رضي الله إيه تعالى عنه. يوم قديم متى هنا؟ إيش؟ يوم قديم لا أدري. شيخ عوامة مش يوم قديد. طب دي نشوفها بقى نقدر ايه نبحث فيه. لكن احنا قلنا ايه الفجار وحرب خزاعة دي كانت ايه من حروب الجاهلية، لكن قديد دي قطعا كانت في ايه في الاسلام، لكن ما هو هذا اليوم لا يحضرني الآن. طيب نكتفي بهذا القدر. ممكن نخلي ايه يعني يوم قديد ده زي ايه زي هوم ورك كده، تبحثوا وتدوروا وتشوفوا ايه وتأتوا به المرة القادمة. تمام ولا هتكسله؟ ان شاء الله. انا هكتب عنده ايه المرة القادمة ايه انتوا اللي هتقولوا بقى بعد البحث يعني. صلى الله عليه وسلم.